انا ما بحب مرتي، انا بشفق عليها، بحس من جوا اني بكرهها. بترجاكي ما تسكر الخط، لو ما عندي كلام لازم تعرفيه مش عم بتصل فيكي. ما بحب الحكي اللي فيه الغاز، ولا انا من الناس اللي بيقروا الافكار وبيشوفوا الغيب. ما بقدر عيش من دون ولادي، عم تفهم؟ مش رح عيش من دونهم. طالما شفتيني صار فيك تروح تنامي. ديانا ممكن تنام، بس القاتل اللي مثلك كيف بيقدر ينام؟ جمال اللي فيكي فوق العادة، بس بارك مين يقدر هالجمال. لازم يكون في طريقة أهرب فيها من هون، لازم تهربي من هون. إذا قدرتي هربتي بنصحك تهربي برات كل هالبلد. أنت شو بتوصلي باللي عم تعملي؟ ما عم بفهم عليك. بعتقد هيدي الصورة بتفهمك شو أنا عم بقصد. عم بلعب بأعصابه، بدي دمره على البطيء. ما تقرب كتير من ديانا أحسن ما تعرفك. كل ما أطلع فيك بحس إني بعرفك، بحس إنه نفس هالعيون كانوا يتطلعوا فيي من زمان. بدي أعرف إذا حدا دخل على الأراضي اللبنانية جاي من البرازيل باسم سمير هدايا ورمزي داوود. بدكم نمول للمشروع ولا لا؟ جاوبني. بلى، من هاللحظة أنت شريك. حاسس إنه في حدا عم يحرك ديانا ضدي بطريقة رح تقطع فيها آخر خيط بيربطني فيها. مين ممكن يحرك ديانا ضدك؟ ما هيدا اللي لازم تساعديني تعرف. Thank you.
رشيد المتنة. رالف حطوم. اهلا رشيد. كيفك طارق؟ تفضل. بونجور. بونجور. الك زمان؟ مش كتير. شو بتاخدي؟ قهوة. ماتر. تفضل. شكرا. استاذ رشيد، مثل ما خبرني عنك طارق، قال لي من اول مره ما في الواحد الا ما يحبك ويرتاح لك. شكرا شباب، بس خلوها بلا كلفه بيناتنا بدون استاذ. خلوني رشيد حاف. ما في كلفه بيناتنا يا شريك. كلمه الشريك حلوه كتير، بتطلع منك صادقه. اكيد من هالخبريه. اكيد، لانه انا اللي اشتريت الشقه. اما خبريه عجيبه، شو بقول اسامه جن؟ انا مثلك بقول اسامه جن. لا قادره اسكت ولا قادره اخبر ديانا. طالما هالشي مظبوط لازم نخبر ديانا. خبريه على طريقتك، بس ما تجيبي سيرتي، ما تفوتيني بمشاكل مع اسامه. هيدي كل التصاميم، صار عندك فكرة عنها وعن دراسة مالية للمشروع. أنا شخصياً ما أقتنع بالمشروع، بس خلوا دراسة معي، خليني استشير المحامي لندرس تفاصيلها بعمق. المهم عجبك المشروع؟ أنا بزنس مان وعندي وجهة نظري الخاصة بالنسبة للمشاريع. أنتوا عارفين وضع البلد كيف، وإنه ما حدا قادر يوقف على شيء، بس أنا رح خاطر معكم. انتو ما رح تخسروا شيء. انا رح مول المشروع. الخسارة علي والربح إلنا ثلاثتنا بنفس النسب. بس هيدا مش عدل استاذ رشيد، انت صاحب المشروع وانتو الشركة اللي رح تشتغلوا فيه. بس نحنا شركة مضاربين، فايتين بخبرتنا وبشغلنا وبجدية، ما بنقبل إلا حقنا. صح الكلام اللي عم بقوله رالف، صح. لا سمح الله إذا خسر المشروع، شو ممكن يكون موقفك منه؟ أنا ما بفوت بمشاريع بتخسر، وإذا لا سمح الله خسر رح أطلب منكم مشروع تاني يرد خسارة الأول. ما سألتك مين نور أبو غاني؟ شو بتشتغل؟ فنانة بلش جديد، أنجأ طالعة بمسلسل أو مسلسلين. وحدة مثل هيدي ممكن تعجب حدا مش شايف النسوان، بس تعلق واحد مثل أسامة فضولي غريب. ما بعرف شو عم يصير، كيف بخاطر أسامة بسمعته وبيته وعائلته، ولك كيف بخاطر بست مثل ديانا قتل حاله تتجوزها. بيني وبينك صيته مثل الزفت. حاولت قول لديانا، لقيتها بتنزعج من هيك مواضيع، سكت. بس هلا ما رح اسكت. عم بحط مصاري على وحدة مثل هاي، مش عم بقدر اتخيل. في كتير رجال مثل أسامة فضول معدتهم قطيعة. أنا مضطر امشي، نلتقي الليلة إذا الله رد. إذا الله رد. تشرفنا استاذ رشيد. بخاطركم. الله معك. السؤال كيف هيك قبل ممول المشروع وليه؟ معه مصاري واقتنع بالمشروع. ما حدا ملاقي مصرياته على الطريق. شو قصدك؟ شو مخبي رشيد ورا صداقته وشراكته لنا؟ شو بده يكون مخبي؟ اثنين مثلنا مفلسين؟ شو ممكن الواحد يستفيد من ورا صداقتنا؟ مش ممكن يكون عم ببيض اموال؟ هلا كل واحد بده يعمل مشروع لازم يكون عم ببيض اموال؟ على هالحاله كل اللي معهم مصاري رح يشتغلوا مبيضين طناجر. هلا وقت مزح يا طارق، فكر معي، ليه بهالايام في واحد مثل رشيد بده يشاركنا؟ زعلانة على ديانا. ديانا ست بكل معنى الكلمة. مسكينة.
عايشي كرمال ابنها وهو طالع مثل بيو من نايت لنايت من مشكل لمشكل وعطول بالها مشغول عليه وزياد مش سألين لا عليا ولا على أسامة. قولك ديانا بتحب أسامة حتى ساكتي وراضية؟ ديانا ما حبت إلا المرحوم كمال، أول حب وآخر حب. أسامة ما حبته بس احترمت زواجها منه وما بخلت عليه لا بالمال ولا بالعاطفة ولا بالواجب. بس هو طلع بلا وفا. وانت لعبت دور كبير لصالح الزواج. غلطت، كنت مفكرة بهالزواج ديانا رح تكون سعيدة. مين كان عارف أسامة رح يطلع منه هيك؟ طيب أنا رجع على المكتب، أنت شو عاملة؟ لازم روح شوف ديانا. نحن شو خسرانين؟ هو راس المال، بعدين نحن شريك مضارب، وين الخسارة؟ الحياة مغامرة، يا بتطلع من الفقر أو بتضلك فيه. لما بتفكر بواحد مثل رشيد شو بيقول قلبك؟ رجال غير شكل. وعقلك؟ بزنسمان غير شكل. ليه بقى؟ لأنه عرف إنك مهندس عبقري وإني رح صير بزنسمان فلتة. تحليلي بيقول إنك بتحليل الناس مش فلتة. بتعرف كرمال غير سيارتي مستعد اعمل السبع ودمتها. مش موجود، ظهر. ما بدي هالقد زعل، بكرة بتروحي فيها وبيضل هو مثل القرد. ما اتفقنا أنا وياكي ما بقى تحكي عنه بهالطريقة؟ بشوفك زعلانة بعتل همك، برجع بحكي. ماني زعلانة من حدا، ما تعطلي همي، أنا كتير منيحة. إلي عمر بخدمتك، ولا مرة شفتك منيحة من وقت اللي توفى المرحوم كمان. بيتهيأ لك هيك أم عمر، شو بدي أعمل لأقنعك العكس؟ أنا ما بني شي. ما بعرف ليش هادي عم يهتم فيي هالقد، مش كأني مجرد مساعدة لإله. شو معنات إنه يقلي بتهميني وأنا حدك بكل الأوقات؟ عم يرفع الكلفة بينك وبينه وعم يفكر لأبعد من هيك. ليه عم يحكيني هيك وهو خاطب بنته لوسيم ناصر؟ ياما في ملوك تخلوا عن عرشهم كرمال يلي بحبوهم. كون سخيفة إذا فكرت هيك. وشو معناتها يعني؟ مش من حق يفسر تصرفاته بأكتر من اهتمام عادي. مش عم بتفكري بطارق؟ ما بدي افكر فيه. شو بكي؟ شو فيه؟ لين بليز، ما عاد بدي فوت بكل هالموضوع. شو شباب؟ كيفكن؟ خبرنا لحقتها كل نهار ما في شي. اكيد لحد هلا. وداد، انت وانا منعرف انه جاك بخاف من زياد.
كلنا منخاف من زياد، بس هيدا مش سبب انه نضل خايفين منه وما نساعد بعضنا. لين، حتى يلحقني جاك معناتها شاكين بشي. لو شاكين بشي كانوا دغري تصرفوا. زياد بده يحرمني من العالم كله، حتى انت صديقتي الوحيدة. شش، وطي صوتي كلا بيسمعونا. يسمعوا، ما بقى بدي خاف من كلابه. انا كنت اخدي قرار اني ما جيب سيرة أسامة قدامك، بس في موضوع لازم تعرفيه ولو كان رح يضايقك. في مواضيع كتيرة بعرفها عن أسامة ومش همتني. لأنك عم تتجاهلي الأمور ومش عم تهتمي بحياتكن العائلية. شو بها حياتنا العائلية؟ خلص ديانا، أنا صديقتك ومثل أختك وما في لزوم نخبي على بعضنا. لازم تعرفي إنه جوزك أسامة مصاحب ممثلة اسمها نور بوغاني، فاتح لها شقة، قام يصرف عليها وعلى عينك يا تاجر. فوقي بقى وعرفي شو عم يصير. ماجدة، العمر مش كله مشاريع وربح. بدي عيش، بدي سافر، بدي أحلم، بدي عيش بعالم غير عالم البزنس. على أساس البزنس حبك الأبدي. بدي عيش بحب غير الحب. أسامة، ما تخلي قلبك يسيطر على عقلك، أحسن ما تصير بلا عقل. شو قصدك؟ فهمك كفاية بالإسم. ظاهر بعدك ما بتعرفي مين أسامة فضول. يمكن ما بعرفك، بس بعرف نور بوغانم شو ممكن تعمل بأسامة فضول. يمكن كنت قاسي معك، معلش ديانا، بس أنا ماشي على المثل يلي بيقول صديقك مين صدقك مش مين صدقك. ما تزعلي مني. ماني زعلانة منك أنيتا، أنا زعلانة من حالي. بحكيكي بس بخاطر. الظاهر الواحد ما بيقدر يخفي عليكي شيء. بخصوص؟ بخصوص؟ بخصوص نور بوغانم. خفيت عني لأنك عارف إنه بدي أوقف ضدك. هيدا الموضوع غلط. وين الغلط؟ الغلط إنه وحدة تافهة تعلق الرجال مثلك ذكي ومهم. هيدا رأيك إنها تافهة، بس أنا رأيي إنه هي إنسانة تستحق يحبها واحد مثلي. بدك رأيي للمزبوط؟ عيب تصاحب على ديانا. وكيف إذا كنت مصاحب وحدة كل همها تلطش منك شوية مصاري وتبيعك فيهم حب كذاب ما إله معنى؟ ماجدة، أنت بتعرفي إنه أنا شايف بحياتي كتير وبعدني عم شوف، بس أنا بأكد لك
نور هي الإنسان الوحيد اللي بتحبني بدون غير ولا مصلحة. بتحبني بس لأني أنا أسامة فطول. مش مصدق أنك عم تحكي عنا بهالطريقة. أكيد كتبت لك أو عملت لك شيء. واللي عم يحكي معي هلأ مش أسامة فطول. شو بك رايح جاي دوختني؟ رالف. رالف. ايه رالف؟ مين رالف؟ الشاب اللي لازم تنغرم فيه، بنت وسيم ناصر. بشوفك بالليل. كان مشروع زواج يلي بينك وبين طارق؟ خبرتك عن طارق هيك لأحكي، مش ضروري تحكي عنه كل الوقت. لا أنه بفكر يمكن أوقات بتكوني بحاجة إنك تحكي عنه. ولا أنا ولا مرة حسيت إنك بحاجة تحكي عن خطيبتك. يمكن لأنه بحياتي أمر واقع؟ أو يمكن لأنه أنا ما بيهمني الموضوع. رالف تليفونك عامل ايه؟ رد بابا جاي. الو نعم؟ بقدر احكي مع رالف؟ مين بيريدو؟ رشيد، رشيد المتني. لحظة استاذ رشيد. مين بابا؟ استاذ رشيد المتني. ايه الو؟ ايه رالف كيفك؟ اهلا استاذ رشيد. بيقولوا اهلا يا شريك. اهلا يا شريك. رالف لازم شوفك، بدي كلفك بموضوع بيهمني كتير. امتى بتحب نلتقي؟ بشوفك الليلة انت وطارق. اوكي باي. مين هذا رشيد يا بابا؟ رجال عنا شغل نحن وياه. رشيد المتني. رشيد المتني مشي غريب هالايام، كل بنت منا بتتمنى تحب وتتجوز شاب غني. بس مش كل الاغنياء خرج الزواج، في ناس عندهم مصاري بس ما عندهم اخلاق. كمان مش كل المفلسين عندهم اخلاق. بيناتنا احلى شيء بعد من المصاري. هاي هنادي. هاي شادي. هاي طبعا. زويا خطيبتي، هنادي مساعدتي. هاي هنادي. هاي زويا. هاي. بالإذن. شو قولك بدوني رشيد؟ هلا بيوصل بنعرف. مديرك شاب حلو. خطيبته أحلى. نبعين لبعض. بعرف. مين بتكون خطيبته؟ بنت وسيم ناصر صاحب الشركة. يعني مديرك حاطط عينه على ثروة إلى أول ما إلى آخر. صحتين على قلبه. رالف. نعم. أوقات من أول مرة بتشوف الشخص بترتاح له وبتوثق فيه، وأوقات العمر كله بيكون العكس. أنت وطارق من الأشخاص اللي أول ما شفتهم ارتحت لهم وثقت فيهم. تسلم. ونحن كمان منبين لك نفس الثقة والارتياح. ما عندي شك. شو الموضوع يلي بقدر أنا أخدمك فيه؟ ما بدي تعتبره أنت وطارق إنه موافقتي على الشركة بيناتنا مرتبطة بموافقتك على الموضوع. هيئته موضوع مهم؟ موضوع مهم بالنسبة لإلي، بالنسبة لإلك بسيط وعادي. شوقتنا نعرف. بهمني تتأكدوا بالأول إنها خدمة شخصية لإلي. فيك ترفض أو تقبل، وما في شي رح يغير صداقتي فيك وبطارق. أكيد ما في شي بغير صداقتنا. هودي صور لبنت اسمها تيا. ما قلت لي هالقد مساعدتك حلوه. مش بس حلوه، شخصيتها مميزه، بنت رهيبه بتفرض حالها وين ما كان. بنت مهمه. اف هالقد. مش بس هالقد، اذا بخبرك شو عملت ما بتصدقي. هيئتك معجب كثير فيها مثل ما انا ملاحظه.
أنا معجب بطريقة إدارتها للأمور وطريقة تصرفها. صدقيني يا زويا، عم بتريحني بالشغل أكتر ما بتتصوري. طبعاً وحدة بجمالها ضروري تريح مديرها، خصوصاً إذا كان مديرها شاب مثلك. أنا عندي مين يريحني مثل ما أنت عم تفكر، ومني بحاجة لحدا تاني. مجرد تمثيلية حب. بس كيف رح أقدر مثل الحب؟ بدك تقلي إنه شاب مثلك بعد ما مثل الحب ولا مرة؟ طب ليه ما اخترت طارق هالموضوع؟ طارق بيحب هنادي أختك. بعرف. بخاف إحساسه بالفشل مع هنادي يخلق عنده حالة انتقام مع غيرها ويتصرف بردة فعل تفشل الهدف اللي أنا بدي حققه. شو الهدف؟ بالوقت الحاضر ما بقدر أقول. بدك مثل على وحدة إني بحبها من دون ما أعرف شو الهدف؟ صح. إذا بدك روح اقعد معه مع صاحبته، ما عندي مانع. لا، عم فكر اعزمه لهون على الطاولة وعرفك على هنادي أكثر. لا بلا ما تفكر، أحسن ما أتركك هون وفيني. ولا بقول لك أنا فيني. شو؟ ناطر جوابك. يمكن هي ما تحبني، يمكن تكون مرتبطة وعندها علاقة. معلوماتي بتأكد إنه ما في علاقة جدية بحياتها. ما بعرف شو بدي أقول لك، ما بعرف إذا أنا قد هالمهمة. المهم ما تقلي لأ، أنا متكل عليك وعندي ثقة إنك رح تنجح. بس لو بعرف لي هالبنت بالذات وشو في من ورا هالشغلة. رالف، بعرف بشو عم تفكر، إنه قلنا ليلى منعرف بعضنا وعم كلفك بهالقصة. يعني مهما وثقت فيه بدك تضل تقول إنك ما بتعرفني. ثقة المجاملات شي وثقة الواقع شي تاني، مش هيك عم تفكر؟ هيك عم فكر. بالوقت الحاضر اكتفي إنك بتعرفني هالقد، بعدين ما في خسارة انك تتعرف على ديا، حتى لو ما في شيء من وراء المعرفة. منيح هيك؟ اوكي ما في مانع، رح حاول قد ما في، رح اتكل على محبتي وثقتي الأولية فيك. أنا موافق. هون المعلومات كلها، وين بتشوفها؟ وين بتروح؟ بأي جامعة؟ بشوفكم. الله معك. ام عمر، قولي لها للست انه كمان اليوم مش راجع نام بالبيت. حاضر. عجيب أمر هالإنسان، ما فيك تقوله لا، في شي بيخليك توثق فيه. معك حق، في شي بيجبرك تحبه. شو رأيك بالموضوع؟ يعني لو طلب مني هذا الشي أنا ما كنت رفضت، ما في شي خطر. بس ليه؟ صار الموضوع عندي موضوع حشرية، ليه هيدي البنت بالذات؟ إذا بده الواحد يحلل بضل في سبب، ويمكن ما يطلع سبب نحن فكرنا فيه. منشان هيك بلا ما نتعب راسنا، المهم مشروع الشركة يمشي. رالف، شو قصتي اللي بتحبها؟ رح اتركك لتروقي وبكره منحكي. باي. باي شادي. ماما، فاجأتيني بهالتصرف، ليه تركت الطاولة بهالطريقة؟ هيدي أول مرة بسمع شادي عم يحكي عن موظفة بهالطريقة، كأنه شي كتير مهم.
محترم وجودي. شادي عم بيحكي عن أهميتها بالشغل، وإذا كانت مثل ما عم بيحكي عنها فبتستحق التقدير. تستحق التقدير؟ بحضوري ما بقبل يحكي عن أي إنسانة بهالطريقة. يحترمني شوي. ما تظلميه، ما قلل من احترامك. سوري ماما، بس أنا بعرف بأي طريقة حكى عنها. زويا، ما بقبل تتنازلي وتحطي راسك براس موظفة، ولا بقبل شادي يحس إنه ممكن في بنت بالعالم تنافسك. ولا بنت بتنافسني. أنا من هلأ عم بقطع له هالتصرفات لشادي. روقي ماما، هيدا مش حكي. فوت ارتاحي وفكري باللي عملتيه، بتلاقي حالك غلطانة. غريب، شو هالخبرية هيدي؟ بحب وحدة ما بعرف عنها شي. أحسن ما تحب وحدة وتفكر إنها بتحبك وفجأة تتركك. حتى لو كانت أختي اللي عم تقصدها، بس فكر، يمكن يكون عندها أسبابها. يمكن، يمكن يكون عندها أسباب. قوم تنفل، يلا قوم. شو كيف الدرس؟ ماشي. شو بها زاوية طالع سلطة؟ صايرة بتغار على شادي. علامة حلوة، صاير عندها قلب يحب ويغار. بس من مين؟ مين شايفة أحلى منه؟ الموظفة عنده، مساعدته. شو اسمه؟ ما بعرف. بتحبيني؟ موت فيك. ليه بتحبيني؟ بحبك، بحب شخصيتك القوية، بحب حنانك، معك بحس بالأمان، ما بخاف من شي. ما تخافي من شي طالما أنا معي. حياتي. أقولك مين عم يضحك على التاني، هو ولا هي؟ هذا الإنسان قضى حياته يضحك على بنات الناس. ليش عم تطلع فيه مثل المسطولة؟ ما بتعرفي بشو عم يوعدها ويحتال عليها. كلمة بتشوف هالزلمة بتنخطف بلحظة وبتغيب عن السما. لازم يعرف انه اللي بيغدر ببنات الناس بده يجي يوم وحدا يغدر له بناته. لوين؟ اطلب الحساب وادفعي راجع. لازم تسمعوا، في وحدة مثل ما غدرت فيها. طول شوف شو راح يصير فيك. بالإذن ست ديانا. الله معك. بالإذن. الله معك.
في أمور مالية عم بتصير وأنت ما معك خبرها. لازم ترجع على الشركة. إلك زمان تركي أسامة على راسه. بعرف أسامة وبعرف أسلوبه بالحياة وبالشغل. عقدته المرحوم كمال، منشان هيك كان كل همه يفرجيني إنه ناجح، كيف حافظ على الشركات وكبرن تصاروا بهالحجم. من الأساس هيدا تعب كمرات، وأي واحد بيفهم شوي بالبزنس بعد كذا سنة كان وصل لهون. ما حدا عنده جميل عليكي ولا فضل، انت تعبتي أكتر منه بكتير. بالنهاية هالثروة لابن زياد، إذا كانت مع أسامة أو معي. كنت حابة تكون لجيمي وزياد، بس القدر هيك بده. يعني كنت عارفة كل شي وساكتة؟ بسيطة، قلتلك عم بيشيل من هون ويحط هونيك، رح يرجعوا لذات الشخص، لابن. أنا بعرف شو عم يدور براسكن هلأ. شو بتبصري؟ تقريباً عم يفكروا بالسبب اللي عزمناكم فيه على طاولتنا. بالحقيقة أنا شخصياً عم بتسأل عن السبب. أكيد شي طبيعي تسألوا حالكم هيك سؤال. الجواب إنه حياة صاحبتي، يعني أنا، تاني سنة بسيكولوجية، وعطينا موضوع لتحليل شخصية الشاب يلي بيعجب بنت وهي بتقوم بالخطوة وبتعزمه على طاولتها. بما إنه حياة خجولة فأنا اتطوعت وعزمتكن على طاولتنا. وهلأ شو كانت ردة فعلكم وقت اللي أنا عزمتكن على طاولتنا؟ سجل حياة؟ بعرف إنك زعلانة مني ليه بعد ما رحت شفته. هلأ رح روح.
بس قبل ما اروح حابة اقلك اني رح خفف مشاويري لعندك شوي. معلشي مش رح ازعل منك، انت وصلي المكتوب وارجعي خبريني شو صار، وهذا بيكون اخر طلب. مين؟ هيدي بتكون اخر خدمة بتطلبيها مني. كيف شكل البنت اللي ممكن يعجبك؟ ما بقدر انعجب بشكل معين، يمكن من كل وحدة اجمع شي بيعجبني، بس لحد هلأ ما لقيت ولا وحدة عجبتني كلها على بعضها. بهالحالة مش ممكن تخلص يعني لتيب معين. حاولت كون مخلص لنوع واحد من البنات بس ما قدرت. يمكن اليوم تكون البنت سمرة بكرة شقرة، بس بالنسبة لي كل بنت عندها مقومات مميزة ومختلفة عن التاني. يعني فيك تحب ألف وحدة بفرد مرة؟ مش هيك قصدي، يعني بقدر كون كل يوم مع وحدة جديدة من دون ما اشتاق للي قبلها. بحب التغيير، بحب التبديل. وعند هذا الحد انتهى حديثي مع النجم العالمي ريكي مارتن. وحضرتك كيف شكل البنت اللي ممكن تعجبك؟ شكلها مثل أخته. أخته؟ أخت مين؟ أخت رالف. هذا بالواقع التيب يلي ما بلاقي أجمل منه بالدنيا. وأنت تعجبها؟ مبدئيا كنت أعجبها، بس هلأ عم تعمل برمتها. إذا لقيت أحسن مني أكيد رح تتركني، وإذا لا رح ترجع لي. عادي، عم تعمل شوبينج. عم تعمل شوبينج؟ عادي عادي. يعني أنا للحقيقة فكرت كون الكاميرا الخفية. عملنا مثل الكاميرا الخفية. ممكن أخذ رقمك؟ حابب أحكي معك. أوكي ما في مشكلة، أنا كمان بأخذ رقمك. يا ريت بتأيديهم. خلينا نشوفك حياة. أكيد. هلأ بدقلك مست كون. أوكي يلا باي. باي باي. طلعوا على حالكم. باي. مهضومين ما هيك؟ ايه مهضومين، بس ما لاحظت فيهم شيء. شو بدي لاحظ؟ كانوا فيها شيء من هناتي. انت صاير عندك خصلة، قد ما عم تفكر باختي صرت كل ما بتشوف وحده بتفكرها مثلها، وانا صاير اضرب منك كل ما بشوف وحده بصير بدي اسالها عن لين. الله يلعن على غرام وسنينه. غرام؟ الله يلعن الغرام اللي بلا امل وسنينه. انت اللي عم تعمل شوبينج ما هيك؟ الو رالف؟ ايه وداد؟ لازم شوفك ضروري. منلتقى بشكافتيريا؟ لا، بأي محل ما يشوفنا حدا. طيب بموقف السيارات تحت الأرض عندي بالشركة. اوكي. شو معك سيارة؟ معي جيب صغير أسود. طيب خلاص بدي اياكي بباركينج عندي. اوكي بيجي هلأ.
باي باي. بالأول كيفها؟ حالتها بالويل. شو القصة؟ لهلا تخايفين؟ هلا بتقرا هالمكتوب وبتعرف كل شيء. مين انتو؟ شو بدكم؟ ما ادري. Thank you.